عودي معكم للمتابعة. ما تنسوا تتواصلوا معي عبر السوشيال ميديا. هل عندكم إدمان على السوشيال ميديا؟ يعني ما في كمان حتى عم ناخد آراءكم عبر الموقع يلي نحن ببعض الحالات لازم نحاربه لما نوصل لمرحلة الوحدة اللي كنت عم بحكي عنها الصبح ببداية عالم صباح. على صحة السلامة مع روى، واليوم موضوع رح نحكي عن العيون، ولكن قبل رح نشوف ريبورتاج رح تخبرنا عنه أكثر. صباح الخير روى. صباح الخير جوزيف، صباح الخير لكل اللي عم بيتابعونا. I am and I will. صح. حملة مركز سرطان الأطفال. مركز سرطان الأطفال بمناسبة اليوم العالمي للتوعية عن الأمراض السرطانية اللي هو بيسائب بأربع شباط، وكل دول العالم بتشتغل حول هالموضوع. بتعرف اليوم العالمي لأي موضوع هو بيكون إذا فينا نقول منبر أو حتى كمان منبر ومحفز لحتى ينحكى عن هالمواضيع يوم الصحية. يوم توعوي بيكون يعني. صح، ويكون في توعية، ونرجع نخلي أصحاب القرار، الوزارات، المعنيين بالبرامج الصحية وحتى المجتمع المدني يشتغل على هالموضوع ويرجع يوعي عليه ويذكر فيه. نعم. ويتسلط الضوء على النواقص اللي ممكن تكون بعدها بهالمجال. بالنسبة للأمراض السرطانية عم بيكون عنا يعني في تحسن كتير بمستوى التوعية من ناحية الكشف المبكر عن الأمراض السرطانية. نعم. من ناحية تقديم الخدمات سواء الأمراض السرطانية عند الأطفال أو عند الكبار، وما في شك أنه بعد عندنا تحديات كتير بدنا أكيد نشتغل عليها ونتجاوزها. مركز سرطان الأطفال عاملين حملة I am and I will. كل شخص حتى بيقدر يحط على السوشيال ميديا يصور فيديو ويقول هو مين، يعرف عن حاله مهنته أو هو شو بيعمل أو هي شو بتعمل، ويقولوا شو بيحبوا يساهموا بمركز سرطان الأطفال أو يساهموا بالتوعية عن الأمراض السرطانية عند الأطفال أو بالمطلق. نعم. سواء ممكن نقول أنه نحن ممكن نساعد أنه نخبر عائلتنا حولنا، نساعد أنه يمكن نروح نقضي نهار مرة بمركز سرطان الأطفال ونتواصل مع الأولاد، نقدم لهم أي نشاط ترفيهي. كل شخص بحسب مهنته، بحسب وقته، بحسب طبيعة حياته شو بيقدر يساهم بالتوعية الأمراض. نعم. السرطانية وكمان خصوصا للأطفال. فدعوة للكل يصوروا فيديو وحطوه على السوشيال ميديا ويقولوا هن مين وكيف بحبوا يساهموا بالتوعية بالأمراض السرطانية أو نعم. التوعية عن الأمراض السرطانية. رح نشوف التقرير سوا. يلا. نحن اليوم بمناسبة اليوم العالمي للسرطان أردنا هالاحتفال لنشدد على دور التوعية ودور الاهتمام للمجتمع بمرض السرطان. نحن اليوم بحاجة لكل فرد من المجتمع، تعاون المجتمع وتكاتفه مع بعضه عنصر أساسي تنقدر نحارب السرطان، الكام من باب التوعية للحصول على العلاجات المتطورة لنقدر نأمن أكبر نسبة شفاء. حبينا مدعوينا يكون من كافة الأطراف بالمجتمع الفعالي، لأنه نحن اليوم لحالنا ما رح نقدر نعمل شيء، نحن بحاجة لدعم الجميع حتى الدعم المعنوي، ومشان هيك أصرينا أنه كلنا نكون عم نشارك بالتزامات لو كتير صغيرة لتقدر نكون عم نوصل لعدد أكبر من الناس ونكون عم ننشر الوعي عن السرطان قد ما فينا. مرض السرطان بالعالم كله عم يزيد نسبته مع زيادة عمر المجتمعات. التلوث طبعا له دور، عناصر تانية عم بصير في دراسة لها إذا في عناصر جينية، ولكن اليوم بلبنان نحن عنصر التلوث حاطينه بالواجهة وهو كتير مهم، ومن هون منشدد على دور كل المؤسسات والدولة والجمعيات لمحاربة أسباب التلوث، ونتعاون كلنا سوا لنقدر نخفف تأثيره على الصحة. يقدر حصول حوالي 60 إلى 70% من إصابات السرطان في البلدان النامية، وفيما يتعلق بسرطان الأطفال على وجه الخصوص فإن معدل الإصابة السنوي هو 140 في المليون. وعلى الرغم من أن لبنان يصنف كبلد منخفض إلى متوسط الدخل، إلا أن معدلات شفاء السرطان يتجاوز 80%، وهي نسبة مماثلة للبلدان العالية الدخل، وذلك لأن العمل الدؤوب من القطاع الخاص ووزارة الصحة العامة والقطاعات كافة
تولي من ضمن الاستراتيجيات العامة الوطنية الأولوية للوقاية والكشف المبكر والحصول على العلاج. نحن اليوم صرنا معالجين أكثر من 1600 طفل ومقدمين الكونسلتيشنز لأكثر من 4000 ولد. هيدا ما بيجي هيك اليوم. هول 17 سنة كانوا كتير أساسيين لأنه قدرنا من خلال فريق العمل عنا الإداري والطبي نكون عم نأمن ميزانية سنوية بتوصل لل 15 مليون دولار. كلفة السرطان كتير غالي ونحن اليوم كممبرز باليو اي سي سي حبينا نكون من أول الناس اللي عم نشارك بالحملة اللي هي I am and I will. I am and I will هو سلوغان يلي معتمد السنة من الجمعية العالمية للسرطان يلي بيظهر كل شخص بده يعبر عن نيته شو دوره هو بالمجتمع وشو بيتمنى أو شو بيحاول يحقق ليقدر يساعد بتخطي مرض السرطان أو بمساعدة مرضى السرطان لتخطي هالمحنة هيدي. وكل ما يكون في وعي أكتر كل ما بتكون كشف مبكر كل الطرق الوقاية أحسن بنكون نحن عم نجرب نحافظ على مجتمعنا بطريقة أحسن وبنكون عم نأمن علاج أفضل على المدى الطويل. جوزيف كمان بدي أقول أنه السنة كانت وزارة الصحة وهي دايما ناشطة بهالمجال لكن السنة كان النشاط فعلا ملفت وبيكبر القلب أنه دايما عم ترعى وتكون موجودة بأي حملة توعية عم بتصير وعم بتشجع هالموضوع لأنه عادة التوعية الصحية ما بتعطي جدواها على المدى القريب. كل ما كان في استمرارية الجدوى ببين على المدى الطويل. كل ما نحكي عن الموضوع ونخبر ونشرح ونعطي معلومات للناس ونقول لهم شو لازم يعملوا كيف لازم يحصلوا على الخدمة الصحية كيف لازم يعملوا كشف مبكر عن أي مشكلة صحية هيدا ببين ثماره على المدى الطويل وبالتالي منخفف الفاتورة الاستشفائية ومنساعد أنه الناس يعرفوا أكتر كيف يحافظوا على صحتهم وأكيد يعيشوا حياة إن شاء الله. أفضل إن شاء الله. بدي تابع اليوم بموضوع وكنا هلأ عم نحكي قبل الهوى أنه أنت حبيت كتير الموضوع اليوم. بدي أحكي عن عوارض ممكن تصير بالعين ممكن تصير تكون بسيطة ما في مشكلة بتروح لحالها لكن ممكن تكون مؤشر لمشكلة صحية معينة بالعين لازم ننتبه له ونستشير الطبيب. يعني اللي هي المنطقة أو العضو الأهم يعني بالجسم صح يلي عنده عدة وظائف مش بس وظائف إنه منشوف صح العين كتير مهمة ومننسى نعمل تشيك أب على العين إلا لما نحس إنه في مشكلة صحيح. يعني بناخدها بطريقة مثل فور جرانتد أو أمر مسلم فيه إلا لنحس بعوارض معينة. علما بدي أذكر أنه كتير مهم نعمل regular check-up أو فحوصات دورية للعين على صحة السلامة ضمن الفحوصات الدورية اللي بنعملها. أول شغلة منشوف العين شوي محمرة مش أنه حدا عينه محمرة منك ما زعلان ما طايقك لا محمرة يعني مرضيا اوكي ليه بتحمر العين هيك؟ هلا الاوعيه الدمويه الدقيقه يعني البلاد فيسلز اللي كتير رقيقه ممكن مرات تتمدد وممكن مرات فينا نقول هيك بالعاميه رح اقولها كانه بتفقع يعني بس هذا تعبير كتير افتراضي وبالتالي بتعمل هالاحمرار بالعين. هالسبب ممكن يكون انه ما في مشكله بتصير وبتروح لحالها خلال يوم او يومين وبنلاحظ بهالفتره عم تتحسن لكن مرات ممكن يكون دليل لالتهاب معين ممكن دليل لإنجري أو إصابة معينة فات شي بالعين دقيق جدا نحن ما عرفنا أو ما حسينا كتير انجرحت العين انجرحت القرنية وممكن يكون التهاب مثل ما قلت معين فبالتالي إذا مرق يومين وما حسينا هالإحمرار بالعين عم بيخف وعم بيتحسن هون أكيد لازم نستشير طبيبنا. شيء بيقولوا الكونجونكتيفيت هو الالتهاب اللي بيعدي كمان اللي ممكن البينك آي البينك آي هيدي رح نمرق عليها في التهابات هيدي منا معدية إذا كانت الأوعية الدموية بس هيك فقعت شوي أو تمددت شوي وصارت حمراء يا إما بيكون في سبب وأشخاص اللي عندهم الجلوكوما أو ضغط منقول المي السوداء أو ضغط العين المرتفع كمان ممكن يصير عندهم شوي نشوف هالأوعية لونها أحمر ومبينة لكن مثل ما قلت إذا خلال يومين تحسن
فإذا ما في مشكلة. إذا لقينا خلال يومين ما تحسن مع انزعاج بالنظر، عم نحس بعوارض تاني، ما عم نشوف منيح، ما عم نشوف بوضوح، عم نحس أي عوارض تاني، أكيد لازم نستشير الطبيب بسرعة. الحريق بالعين أو مثل منقول مثل وخز بالعين، كأنه في أبر عم تنكز بالعين أو عيوننا عم بيحرقونا، هيدي وحدة من أسبابها النشاف بالعين. نعم. بين بيكون في كمية دمع كافية، وممكن كمان يكون المؤشر أو السبب هو هاي فيفر أو نوع من الحساسية. فإذا الحساسية ممكن تسبب هالشيء، الأشخاص اللي بيتضايقوا من الغبرة ممكن يحسوا بهالحريق وهالشعور بالوخز اللي عم بيضايقهم. ومثل ما قلت، إذا كان نوعية الدمع ما عم بتكون أو كمية الدمع ما عم بتكون كافية، منحس هالحريق والوخز. والنظر للشاشات كمان، الديفايسز كلهم على أنواعهم، والسوشيال ميديا كمان بيأثر بهالحالة طبعا، لأنه كمان من بتخف في كمية الدمع اللي بتنفرز، لأنه إحنا عم نحدق بشاشة لوقت طويل. بهالحالة ما نفرك العين بقوة، نجرب نشوف إذا ريحنا عيوننا، إذا هي سببها ألرجي، أو إذا أطرنا المرطب أو دموع اصطناعية بالعين اللي هي بتكون تركيبتها مثل الدموع الطبيعية، ارتحنا كان بها. صحيح. إذا لأ، ممكن تكون دليل مثل ما قلت حساسية لازم تتعالج، أو أي التهاب معين. الإفرازات بالعين، الإفرازات الطبيعية اللي هي بيكون إفرازات دهنية مع المادة هاي اللي منشوفها هيك صفرة لونها فاتح، هيدي إفرازات طبيعية بالعين. لكن لما بتكون كتير وبتكون الطبقة سميكة ولونها أصفر غامق على لون أخضر، فإذا هي ممكن تدل على التهاب معين، مثل كراست من إلا أو قشرة بتكون على العين. لكن إفرازاتها كتير بتتحول لعمش يعني ببعض الحالات يعني. صح، هي بتتحول لعمش لما بيكون الإفراز طبيعي، كمية قليلة عادي. لكن لما بتكون إفرازات كتيرة وسميكة وعم بتكون موجودة على العين، مع طبعا عوارض تانية، منلاقي العين محمرة ورمانة، انزعاج بالنظر أو في تغبيش بالنظر، فإذا هون في التهاب معين لازم نشوف شو القصة. النشاف بالعين أو إذا عيوننا بيحكونا، كتير أشخاص بيقولوا عيوني عم يرعوني، مبلش نفركن. أكبر غلط. ليه؟ لأنه لما منحس بهالحكة هاي بالعين، هي بتكون العين جافة، ولما نحن منحكها بنكون عم نعمل سكراتشنج، عم نجرحها. صحيح. عم نفرك على العين، عم نجرحها، والغشاء كتير رقيق على العين. فبالتالي أول ما نحس بهالشيء نجرب انه نرطب العين. اذا كنا نغمض ونفتح عيوننا، لانه هيك بيساعد على افراز الدموع. اذا كنا بنستعمل ارتفيشال تيرز، نستعملهم الدموع الاصطناعيه مثل ما قلت بدون مواد حافظه، واذا كنا عم نحدق بشاشه معينه نريح شوي. نريح نظرنا عن غسيل العين بمي فاتره مفيد كمان، مفيد بمي بدون اي مواد تانية. او حتى مي بدرجه حراره الغرفه بتساعد على انه لكن طبعا. اذا في جفاف بالعين، بتغسل بترجع بتجف اكثر. فاذا الهدف انه نرجع نفرز الدم، نساعد على وجود الدم. اوكي. اذا في تورم بالعين، انتفاخ بالعين، اذا هالانتفاخ استمر كمان على كم يوم مع عوارض تانية اللي هي حريق بالعين، احمرار، تدميع، عدم وضوح بالرؤيه او بالنظر، انزعاج، هيدي كمان ممكن تدلل على حساسيه وانفكشن او التهابات. اذا العين كتير بتدمع، ممكن يكون الدموع عم تنفرز أكثر من ما لازم. لكن ليه؟ بدنا نسأل حالنا، هل هي القناة اللي بتمرق الدمع فيها انسداد معين بالتالي فيها هالقد دموع، أو هل هو ترجمة عن حساسية لمادة معينة موجودة أو بالهواء أو بالطقس من هيك عم بينفرز دموع؟ فإذا بدنا نشوفها. إذا هالشي بيستمر كمان لوقت طويل، فإذا بدنا ننتبه له. مرات العين بتدمع كتير إذا كان في جفاف بالعين، بتصير عم بتضايقنا وعم بتدمع، هيدي عين نجافة لازم نقطر لها الدموع الاصطناعية. انتبهوا ما تقطروا القطرة اللي بتقول انه بتريح العين وبتبيض العين. اذا حسينا عيوننا محمرين وعم بيحرقونا، لانه هيدي فيها مواد ما بيسوى نتعرض لها كتير الا ضمن وصفة طبية. فالشي اللي بنصح نستعمله هي القطرات artificial tears، دموع اصطناعية لكن بدون اي مواد حافظة، خاصة اللي بيستعملوا اللانسز يعني. هون صح، بيكون مكتوب عليها. ليه؟ لانه ما بدنا نستعمل القطرات اللي بتبيض العين. مع المدى الطويل ممكن تكون مضرة، لازم الطبيب يوصف لنا إياها. تانكيو لألك ريوة، موضوع مهم يعني. العين هي أساس أنه نحافظ عليه إن شاء الله، وهي مرآة الروح كمان. هي مرآة الروح بالفعل. لكل المشاهدين، احنا وياكم منكمل عالم صباح بعد هالبريك مع لما وأسئلتكم اللي بعتوها عبر الواتساب 03010533. خليكم معنا.